ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد حتى لو بنعمل أكل صحي. ودايما لما بقول الوقاية خير من العلاج، يعني خلي يوم في الأسبوع كده اكتبيه على باب التلاجة الأكل النهاردة صحي يا أولاد. ممكن يكون فيه فراخ مفيش، في لحمة مفيش، في خضار أيا كان، ولكن بقدر الإمكان تحطي أصابع إيدك على الاتهامات اللي هي الدهون زي الزيت زي الزبدة زي السمنة، الحاجات اللي فيها دهون كتيرة دي أول حاجة نبعد عنها. تعالوا مع بعض نعمل كفتة اللحم بالبطاطس المقلية، وأنا اتعمدت أعملها مقلية عشان أوريكي مش هتشرب أي زيت. المقادير على الشاشة، معانا لحم مفروم نسبة الدهون تقريبا يعني ما تتعداش 10% للأمانة، أنا موثق جزار عليها. معانا بطاطس سلقناها بالقشرة، وبعد ما سلقناها سبناها لما تبرد وقشرناها، دي ما فيهاش أعتقد أي دهون خالص. هتقولي البطاطس كربوهيدرات ونشويات مفيدة جدا للجسم، وخاصة للأطفال في السن الأول من عمرهم، بتساعد على تكوين العظام ونشأتهم. معانا بقسماط ومعانا بيض وشوية حب. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة. حلوة أوي. أول حاجة هاخد المفروم ده اللي شكله حلو ده، وخلي دول هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد نحطهم كده فين؟ في قلب الكبة بتاعتنا. حلو. معانا في المكونات بيضة. احنا دلوقتي بنعمل مكون غذائي. بيض، بقسماط. حلو قوي. رقائق الذرة دي عادي. أخف دسامة من شرايح التوست أو العيش البتبان أو العيش الفينو اللي أنت بتطحنيه وتعمليه بقسماط. ده بصل. ثوم. في قلب الخلطة دي كده زي الفل. شوية خضرة. بقدونس. على شبت. كل دول مع بعضهم يا عم الشيف، وفي قلب الكبة وبنطحنهم. وفي حالة ما بنطحنهم بنشوف بنعمل ايه. اللهم صل على النبي. نبص على المكون اللطيف ده كده. مكوناته لحم مفروم، بطاطس، في المكونات بيضة، التوابل بتاعتنا، البقسماط الجميل اللي هو هيشرب اي سوائل تنزل من الكفتة بتاعتي، فيها كربوهيدرات. تيجي نتكلم بقى عن القيمة الغذائية بتاعت المكون اللطيف ده، في كل حاجة ممكن تحلمي بيها. كربوهيدرات، نشويات، كلنا عارفين نشويات البطاطس مفيدة جدا، بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم غير أي نشويات. ده كفاية قوي. بناخد كده. نعم يا غالي، أنا بحبش أتبل الكفتة وهي في قلب الكبة. بعد ما تنزل بنحط التوابل قدام عينينا ونقلبها بايدينا. نحط التوابل قدام عينينا ونقلبها بايدينا. شفت ازاي؟ خلي بالك وانت بتشيلي اللحمه دي كده تعوري نفسك.
حلو ما شاء الله، نص كيلو لحمة مفروم هيكفي العيلة والجيران والحبايب وضيوفك، وهتعملي عليه حفلة دلوقتي. هي دي رسالتي. صحية؟ اه صحية. هناخد الحاجات دي كلها. خلاص مش عايز ده، اشيل كل حاجة اروق الدنيا عشان نشوف عندنا ايه، ونبدأ ان احنا نحط البهارات بتاعتنا الجميلة. اللهم صل على النبي. بهاراتنا يا عم الشيف ايه بقى؟ شوية الملح التمام، شوية الفلفل الاسود، شوية البابريكا الحلوين، شوية كركم حلوين مفيد للجهاز الهضمي. كل دول مع بعض يا عم الشيف، ونمسك الخليط ده نقلبه كويس. كمان شوية زعتر في طريقي وانا ماشي. حلو قوي، ونقلب الخليط ده كده. الله، تفك في الزيت؟ مستحيل. انا حطيت بيضه وحطيت بقسماط، وجود البيض والبقسماط هنا عامل قوي بيجمع كل الماتيريال ده والمكونات دي مع بعضيها. شفت الخلطه دي؟ صحيه؟ اه. بنسبه كام يا عم الشيف؟ نسبة ممتازة، يعني 80% 90%. اه، لأن الدهون هنا هي بس طريقة القلي، أنا حابب أقليها عشان تبقى كريسبي عشان الأولاد يحبوها. عندنا أطفالنا ممكن طفلنا وزنه زايد زيادة شوية، قليل جدا لما بنلاقي أطفال عاملين كنترول على الأكلات اللي فيها دهون أو دسامة. وإيه المشكلة لما يبقى عندنا يوم في الأسبوع كده أكل صحي؟ اه. شفت الخلطة جميلة الحلوة دي كده؟ اه، زي ما هي كده. حلو، ومعانا بقسماط، ونبدا ان احنا نعمل شويه حلوين كده. ممكن نعملها قراص، ممكن نعملها زي داوود باشا، ممكن نعملها زي البرجر. طبعا انت عارفه اولادك بيحبوا ايه. بما ان الحلقه النهارده اكل صحي بنهديها للاطفال وكبار السن، في مشاكل صحيه من ناحيه المكون بتاع اللحم خالص. مكونات هنا حتة لحمة كندوز اتفرمت ناعم، تتفرم ناعم من عند الجزار، مع بطاطس بوريه اتسلقت، مع بصل، مع ثوم، مع شوية حب، عارفة انك بتعملي ايه. شوية مية معانا كده، ونبدأ نشتغل على البلانشة الحلوة دي كده. ايديا في المية، مش هحطها في بيت تاني ما تقلقيش، زي ما انا شغال كده اهو في البقسماط. شفت البساطه هنا والسهوله اهو. ليه بقسماط يا عم الشيف؟ او ليه رقائق الذره؟ عشان ما تشربش زيت، ده بيحميها. كفر خارجي بيحميها من ان هي تشرب زيت. اه، تاني مع بعض. اه، الله كده زي الفل يا عم الشيف، سهله والله العظيم. ما شفتكش جبت بيض وخفقت بيض خالص. اه، تاني اهو زي ما انا شغال، ايدي في الميه اغلفها كده اهو. وجود البطاطس هنا بيغنيني عن البيض في البقسماط. اه، اعملي الاشكال اللي الاولاد بيحبوها بقى اهو كده. دي قد بعضيهم زي الفل. معانا ميه زي ما انا شغال كده في قلب البقسماط. يلا اعملي كميه بقى تكفي حبايبك وجيرانك وضيوفك. مفيش مانع، راح تزوري حماتك، راح تزوري ماميته اهو، جارتك. بفتح التلفزيون النهارده القناه الاولى، لقيت الشيف المغازي جاب نص كيلو لحمه مفروم، وعمل يا اختي صينيه لحمه قد كده اهو، مع نص كيلو بطاطس، والمكونات لطيفه وجميله صحيه اهو. بتحط ايدك في الميه ليه يا عم الشيف؟ اهو زي ما انا شغال كده اهو. تاني اهو. ايه رايكم يا شباب؟ حابين تطلعوا فاصل وتسيبوني اعيش مع الاختراع الجميل والابداع الطهوي ده البسيط السهل؟ ماشي، حابين انا معاكم. حلو اهو، عينيا اهو. اعملي الاشكال اللي انت حباها، ممكن تدوراك اهو. يلا، عشان الاطفال اللي بيحبوا الحاجات اللي هي شبه داوود باشا اهي اهي اهي. شفت؟ ونرميها هنا كده اهو. يلا شوية حلوين كده اهو اهو.
التحمير وطريقه السوى في قلب زيت شديد الحراره مع بعض، هنشوف نحمرها ازاي وتبقى كريسبي ولطيفه وجميله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نتساءل واحنا بنتابع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، الشيف المغازي بيقول الوقاية خير من العلاج والأكل صحي، ولكن كلام مش مفهوم، إزاي عامل كفتة وإزاي هيلاها في الزيت؟ هو أنا لما أعمل رجيم ولا أعمل دايت ولا أعمل يوم في الأسبوع وأكون ماشي على نظام غذائي وأكل يوم في الأسبوع حاجات مقلية ولكن بطريقة صحية، والشطارة هنا إن الحاجة اللي بتقليها دي ما تشربش زيت وتقليها بزيت صحي. يعني إيه زيت صحي؟ يعني ما يكونش قاطع. ما ينفعش ان انا الف الزيت ده طعميه وبطاطس وقاعد اليا فيك، لا، انا هعلمك ازاي ان الزيت تشوفيه قاطع ولا مش قاطع ازاي وانا شغال، يبقى زيت صحي. ومعانا الكفته شكلها على الشاشه لطيف وجميل، يعني مليون كلمه. كان طبعا من شويه ثلاث حاجات بقسماط ولحمه وبطاطس اتحولت لشكل لطيف وجميل. تعالوا مع بعض ونشوف نحمرها ازاي. تعالوا اهو زي الفل في قلب الزيت، نبدأ كده نرفع الشبكة دي ونحط دول كده الأول. زيت شديد الحرارة، خلي بالك ما ينفعش زيت بارد عشان ما تشربش زيت، وتحطها بالراحة كده. الأولاد يحبوا الحاجات دي على فكرة. وزي ما قلنا لحضراتكم في حلقات سابقة، دايما لما تعمل اكل تحط في الاعتبار ان ترضي الاولاد قبل الكبار. الله، اوعى تقلبيها ولا تقعدي تهزي فيها بقى وفرحانه بيها وبتقلق زي ما هي كده. انتي مش بتحمري بلح الشام، سيبيها شويه. حلو الكلام. دول هيتحمروا على مره والتانيين على مره. حلو الكلام. كفته بتتعمل ازاي؟ برضو ما تقلبيهاش زي ما هي كده. بتغلف الزيت. ارفع كده شوف الحلاوه. بتهز زي ما هي. امتى نهزها؟ بعد شويه، بعد دقيقه من الان. اهو يا فندم عينيا. مش ههزها خالص، دي ما تتهزش. زي ما هي كده تنزل، هتلاقيها لوحدها فكت دلوقتي وزي الفل. طاسه، بص على الحلاوه هنا بالله عليك، صلى على الحبيب. هزها بقى، تشقلطها فوق تشقلطها تحت، هي استوت. يلا بينا نطلعها مع بعض. ده سرفيز لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. نحطها هنا. حاجة حلوة كده، ده نوع يعني بشكل لطيف كده اهو. ايه الحلاوة دي يا عمش؟ ايه الجمال ده؟ فكت في الزيت؟ لا. شربت زيت؟ لا. كريسبي؟ مقرمشه؟ اهي عينيا. حجز لك واحده واثنين وثلاثه. خرجنا عايز يدوق. حاضر، انا خدتها زي ما هي كده، بنحطها هنا. ده طبق، ونحط معاه الورده الحلوه دي، يجعل ايامنا كلها ورد يا رب. قولي امين يا ست الكل. تمام. طبق تاني واحنا مع بعض. يلا بينا. حفلة بنص كيلو لحمة مفروم، عملنا عليه حفلة. انا بس عايز اوصل رسالة، الموضوع مش بالمشتريات. ما اروحش على ماركت واخد العربية من على باب الماركت واملاها وبمشي وراها مش باينة، وادفع فاتورة قد كده بالفيزا او بكاش، واروح في البيت في الاخر بفطر بقسماط وشاي. اخبار الكفت ايه؟ بص عليها كده، بص عليها بالله عليك، بص بص بصه كده، بص وصلي على الحبيب. كريسب. يلا بينا، انزل في قلب الزيت اهو. التركيه دي يلا. هو دعومي واحنا واقفين مع بعض بندردش. يلا بينا. سامع الصوت ده؟ الله. سامع الصوت ده؟ صوت القرمشه. حلو قوي، تسلم ايدك يا شيف. على فين؟ جنب اختها. حفلة معانا تاني؟ معانا تلاتة والله، نحطهم في الزيت عشان حبايبي النهارده يفطروا بيها. فيها البروتين، فيها النشويات، فيها الكربوهيدرات، فعلا أكلة صحية. وننزل في قلب الزيت.
اخبار الفول ايه؟ بص عليه كده، بص على حلاوته، بص على شقاوته. ننزل بالفلفل ده كده، جوزي بيحب الفلفل المقلي. يلا تمام. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما الشيف المغازي يقول لك تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. انا هسيب حضراتكم انتوا اللي تقولوا وتحكموا بصراحه. احنا شفنا الماتيريال قبل ما نشتغل، ودايما بيعجبني الصوره قبل وبعد. حتى لما حد بيروح مثلا بيلعب رياضه بيصور نفسه قبل ما يخش على الوزن ويوزنوه ويصوروه، يقولوا بعد ما لعبت بقى شفت بقى العضلات والجو ده. نفس الموضوع معايا، احنا بنشوف الماتيريال بتاعي والمكونات بتاعتي قبل ما نطلع الهواء. نص كيلو لحم مفروم، نص كيلو من البطاطس اتسلق، معلقتين من الصومات او رقائق الذره اللي موجوده عندك في دواليب المطبخ. عملنا عليهم حفله لطيفه وجميله. اللي مش عاجبه الاقراص ياكل الحاجات الكور اللي عامله زي داوود باشا، البول الحلو من البولات الحلوه من اللحم المفروم بالتفاصيل الجميله الحلوه دي. عدلها طبق اسباجيتي مع طماطم او رز ابيض بالشعريه ايا كان، زي ما هي كده مفيش اي مشكله مع العيش. تتعمل سندوتشات زي ما هي تتاكل، لان فيها النشويات وفيها الكربوهيدرات وفيها البروتين وفيها كل حاجه حلوه ممكن ندور عليها. المفاجاه بقى طبق الفول بتاعنا اللي في الفرن.